روج باش روج باش نيسان عبدو كوليل كن بوكو زاوا روج باش شوبا قرنجو كن با لسر پلين ترشو كي روج باش خناويا كار كرا وچيائن ولاتي من روج باش سنبلا پولزر او خورتي كو جارا اول كوا گوزل جمرشان حلبستا كو جارا اول وقتاي از گرتم و بيب لسرسري من براشت روج باش شفقا ججني و شيري جيلكا زري و پنيري برگوهانا چندي زاروك لتارا ما بكني خواه جوركو شف دو قنجكا دا دو كشتن تاكو اوجي گش كش دارن و او زاروك زاروتيا خلور كشتن روج باش پنجره وی زریه وی زریه کو بیس سالان خود خملان وی هیوی ددا بلبل و هلم ددا خشو لاسر روفا روج باش کس کاش خمو و تریش دا خوازان لسر شباکا مرادان روج باش کوو کن آرا و چیرو کن ماسیا و جنا و هوریا لوی دره روج باش فقا اوینه لبوهارا اسفر نجار کسکایا زریا دبنسیا وانداران ده روج باش. قنديلنا لهذا اليوم كاتبة وشاعرة من جيل الكاتبات اللواتي برزن في بداية التسعينيات من القرن الماضي في الوقت الذي كانت كتابات المرأة والشعر الكردي النسوي يعيش حالة الغيبوبة ويرزح في غرف العناية المشددة شاعرة معمدة بالمكان ومسكونة باللغة الكردية قصائدها مشحونة على الدوام بالرومانسية والألم والتفرد والغربة والغياب تعتمد على دهشة اللغة وتجليد مساراتها ومصادرها واقتناص اللحظة الطامحة بالأمل الغارق في لجة العتمة والطعينة في عتمة الحزن الشفاف حيث تلهث وراء البحث الدائم وخلف مسارات تيارات جديدة ترسمها على الضفة الأخرى من الحياة كأنهر مالحة فخزائن ذاكرتها وعيناها مفتوحتان على المدى التاريخي الزماني والجغرافي المكاني لحياة الأفراد وشعب جريح ممزق ما زال يبحث عن موطئ قدم تحت شمس الله وتتقد تلك الذاكرة بعهود ألزمت نفسها بإيقائها وإيفائها الشعر عندها مسكون بالحب والحياة محكوم بالضجر والملل من روتين الأوقات الرديئة راهن بحالة الفقدان القسري فهي لا تستطيع نسيان بلدتها الصغيرة في أقصى شمال البلاد التائهة بين سرخط وبنخط المنشطرة بين عالمين ولغات وشعوب وأمم لا تستطيع فكاكا من ملامح دارها وأهلها وأعراس المدينة وأحزانها ومقبرة المدينة وآثارها التاريخية وتلالها وأطفالها نسوتها وعجائزها وعصافيرها الخائفة وأشجارها التي ماتت واقفة وذلك عبر مشاهدة غير حيادية وإنما شاعرة تتعرف معنا على المفردات توغل في المراقبة ونحت الماضي لرسم صورة الحاضر لمكان جديد بهي وتمارس اختراقا سريا لشهوة المكان ورائحته وضجيجه وهدوئه وأولئك الأبطال المنسيين عبر محاور عاطفية قومية قلقة مفتوحة على أكثر من سؤال مبهم وكأنها بانتظار أجوبتنا الشاعرة والكاتبة الكردية
ديلان شوقي، ولدت في سوريا عام 1970 بمدينة سريكانيه رأس العين في روجافاي كردستان، ودرست في مدارسها جميع مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية. ونظرا لحرمانها من الجنسية السورية مثلها مثل الكثير من أبناء شعبها الكردي، لم تستطع إكمال دراستها الجامعية كونها مكتومة القيد. بدأت ملامح وعيها القومي بالتشكل نتيجة الإجحاف بحقوقها كإنسانة محرومة من الجنسية. أدركت في فترة مبكرة حجم الظلم والمعاناة المفروضة على الشعب الكردي، فمارست نشاطا سياسيا ملحوظا بين صفوف المرأة الكردية، وعملت على بناء شخصيتها في ظل أسرة فتحت بابها أمام التنظيمات الكردية آنذاك، وتشبعت روحها بالفكر الإنساني والوطني، وغاصت في دراسة تاريخ الأدب الكردي. تعلمت قراءة وكتابة اللغة الكردية، طلعت على معظم الدواوين الشعرية الكردية، وتنوعت مصادر ثقافتها لتشمل الآداب العالمية وأغواها الشعر في البدايات، فكتبت أولى قصائدها وسط تشجيع الأهل والأصدقاء، ونشرت نصوصها في مجلد زانين الكردية أوائل التسعينيات. كان ذلك بمثابة بداية حقيقية لانطلاقها كشاعرة كردية متميزة بأسلوب كتاباتها، فشعرها شعر مكتوب برحيق المرأة وعطرها وغموضها نقائضها أناقتها ولذتها بتناسق عناصرها وأحزانها وذاكرتها. هو شعر لا يمكنه التنفس خارج كينونة المرأة، كما كان الحال أيضا بالنسبة لمجموعتها الأولى قبلات حمراء التي صدرت قبل أعوام عدة، حيث يجد القارئ نفسه مباشرة أمام قصائد تتجه بخطابها إلى العنصر الآخر في الحياة وهو الرجل. عشق غاواروك تفكنجا خداويج سرية غولك آرام آف ناشا ودا خوشتر دبا أف عشق عشق ناي فيركرن تشتكي وك نفساندنا هلوستيا وك ميجاندنا زاروكيا وك رنجي باية ناي ديتن نا عشق با جيان وك دستي دناف بوزيدة بن عشق وقت خزالك بساغي بقري يان مالا تادو أورتا جمكي دبا عشق جينداريك نقلب لورا ين افيندار نلجيانين. حيث تحاور عالمها بأسلوبية خاضعة لتأثيرات الواقع نفسه واحتمالاته، فهي لا تفصح عن ملامحها وحدودها بقدر ما تتوهمه في المشاهد التي تحركها وترسمها بالكلمات. ذاكرة مبصرة وحادة، فهي ليست ذاكرة فردانية أو مجرد استطرادات تتوالى لتخضع الخاص إلى العام فحسب، بل هي إحالة مرجعية إلى الصورة الجمعية المكان، حيث تقف بحذر على جوانب المكان وتقود نصها الشعري مع مراقبة قطيع كلماتها، وتدهشنا بأنها تطلق قطيع عصافيرها حرة وبدون أي حدود، حيث حشدت الشاعرة عالما فنيا ثريا، فهي حاضرة بحلمها وآمالها وبجسدها وأمنياتها الصغيرة المشروعة. فقصيدتها تبدأ من تلقائية غير مسبوقة بإشارة بثاقها لا تفصح عن نهاياتها، ولا تنتهي بمجرد وضع نقطة أو نقطة النهاية في آخر القصيدة، وإنما النهايات لم تكتب بعد، وهذا ما نجده في تجربتها الشعرية الثانية مع كتابها الثاني لقاء الرسل هبديتنا بيخمبرة،
فهي لا تجد في طلب المعنى من المفردة، وإنما ثمة ما يحث على المتابعة خالقة حنينا غامضا وشعورا مبهما لتعيد نقش كلماتها وبالتالي مفرداتها وفق احتمالات الواقع، فعباراتها تنقلنا إلى عالم المكان وعمق الصورة والحدث ذات حركة وإيقاع أو فتتابع لا تتوقف عند الوظيفة البلاغية كالتشبيه والاستعارة، بل لخلق المزيد من الدلالات في سياقات نصوصها التي تقوم بموازنة الواقع وتفاصيله الصغيرة الحزينة والبهيجة، فهي تسترد زمنا مفقودا وأمكنة تغيرت ملامحها وهياكلها وأشجارها وطيورها ورائحتها وألوانها، ثم تصر على حضور الدار وفضاءاتها وعرائش الورود واللبلاب وأفراد العائلة والجيران الذين ما زالوا على قيد الحياة أو أولئك الذين رحلوا. تعود إلى الماضي، إلى الأمكنة التي غادرتها، لتعود إليها بالتفاتة مفاجئة كما لو إنها ستغادرنا بعد قليل، مكونة ذاكرة محكمة ناصعة قاهرة للنسيان عبر مفردات تخرج من حالة الإشارة إلى التمعن إلى الذاكرة التي تعيد تشكيل الصورة واللهاث مجددا لحضور لقاء مقدس حاضر تتنفس حدودها وملامحها في تفاصيل اللقاء اللاحق. والشاعرة تكتب معاناتها وآمالها بشراك الآخرين في كل ذلك عبر شراكة تعتمد على الثنائيات كالحضور والغياب، الجسد والجنس، الجرأة في كشف المستور والمكبوت في مقابل الانهزامية، والتخفي في أماكن عاصية عن الوصول. وما زالت تجاربها الإبداعية تساهم في رفض حركة الأدب الكردي، وذلك من خلال مجموعاتها الأولى كما ذكرت قبلات حمراء ومجموعتها لقاء الرسل، تمثل صورة قوية عن التماعات واجتراحات شعرنا الكردي، مضيفة إليه حيوية ونداوة وبكارة متجددة، ومصورة أجواء ساحرة وقاسية لعزلة ووحدة وإشراقات الوعي والمثقف الكردي الذي ما زال يعمل بمعاول الهدم والبناء، البناء عبر كلماتها وخطوطها وألوانها. ولقاء الرسل تأتي كإضافة حقيقية إلى حقل الإبداع الأدبي الكردستاني المعاصر، والتي تصر ديلان على خلق نوع من العلاقة النفسية بين الجمالية وحتى الخاصة مع هذا العالم الذي ينحدر نحو الهاوية، وتتابع لغتها الشعرية بنضج أعمق ووعي بقدرة اللغة الكردية على التعبير بأعمق مشاعرها، وبقدرة المفردة الكردية على البوح بمعانيها الدالية والاستدلالية، كما في كتابها الشعري الثالث كل نوافذ استبدى بنجرمة. لم يتهيأ لنا سوى بعض النصوص من مجموعتها الرابعة عيون الفجر تستيقظ جعب شبقي بدن، التي ستصدر قريبا وبالتزامن مع إصدار روايتها الثانية السكاكر لا زالت بجيب أبي، حيث تأتي مواضيعها حول الغربة والوطن وبعض الوجدانيات واجتراح الذاكرة والعودة إلى المكان البهي والجميل. أما بالنسبة للرواية فقد كتبت رواياتها الستة بلغتها الكردية الأم، وهي السكاكر التي في جيب أبي، شكري دي بريكا بابي مندا، خاتو أيضا بالكردي خاتو، أولادي زاروكن من دانوك، سروال ناري تربية ناري، عشرة أيام في مركز الأبحاث دهروجا،
لنخشخانة لكوليني، وقد نشرت مجلة بينوسا نو روايتها خاتو على حلقات متسلسلة، كما إنها دفعت بروايتها السكاكر التي في جيوب أبي لدار النشر أفيستا، وأما بقية الروايات فإنها جاهزة للطبع وتنتظر الفرصة المتاحة في ظل الصعوبات التي تواجهها في عمليات الطبع والنشر. أزو خمان چاوا افخم شینتن او جکوتن او چاواتن او چاوا من ودمرینن او چاوا تمن جبروان تم نخوشا از نزانم از پاراستی ما بتا بهیویان بشاهیان بدواین دایی که او خالتی که از پاراستی ما بحس کرنا برازیان یا خارزیان ببیر آنینن تیروشین و سربلند چاوکارن سینورن هلبسوانی در باس بکن از نزان. في أغلب مواضيعها الروائية نجد تركيزا مكثفا نحو قضايا المرأة أو الوطن والذكريات والعائلة، ونلمح أيضا تأثيرات التراث الكردي بالإضافة إلى أسلوبها الخاص في سرد الحكايات المختلفة، كما إن روايتها الأخيرة 10 أيام في مركز الأبحاث تروي لنا الكاتبة ديلان شوقي تجربتها المريرة في رحلة العلاج وحجم الأوجاع والآلام التي تعرضت لها بسبب مرضها النادر، فهي لا زالت تتلقى العلاج في مشافي تركيا حيث تقيم هناك منذ بداية الأزمة السورية، وتقضي معظم أوقاتها بفترات النقاهة في الكتابة وسماع الكتب، فهي تجد صعوبة كبيرة في القراءة بسبب المرض، لذلك تلجأ إلى سماعها من المواقع الإلكترونية. إن من يتابع تجربتها سيرى فيها اسما ثقافيا متميزا من خلال روحها وطموحها واجتهادها وولعها الإبداعي وتواضعها ووفائها مع رسالتها وذاتها ومحيطها على حد سواء. نصوص ديلان تتميز بانتمائها إلى التكثيف والاختزال من خلال اعتمادها على خيالها المرهف والمفردات التي تنوس في الغالب بين الجبال والبراري، وأن كانت لا تفتأ تعبر بين حين وآخر عن صدمتها بالمدينة التي سلبتها ذلك الفضاء الذي يليق براية فرحها وحلم المنتظرين. وبالإضافة إلى تجربتها الثرية في الكتابة الروائية والشعرية، مارست الترجمة أيضا، وخاصة أثناء فترة تواجدها بدمشق العاصمة السورية التي أقامت فيها عدة سنوات لتغادرها إلى تركيا بعد بداية الأزمة السورية وافتقاد الأمن والسلام. ومن الكتب التي ترجمتها من اللغة التركية للعربية لأجلك أعتقت قيوتي، ديوان شعر للشاعر أحمد عارف تم طباعته في دمشق، ديوان آلامي وأحزاني للشاعرة التركية أموهان بجاكلي، واهتراء الماء للشاعر التركي أحمد تالي. أما أهم كتاب ترجمته الأديبة والشاعرة ديلان شوقي فهو كتاب يضم مذكرات الشاعر الكردي جقرخوين تحت عنوان حياتي، حيث قامت الأديبة ديلان شوقي وبمشاركة الكاتب جوان أيو بترجمته للعربية وأصداره عن دار يافت للطباعة والنشر. الكاتبة ديلان شوقي لم تكن مجرد كاتبة ومتفرغة للأدب والشعر، وإنما كانت ناشطة ثقافية وسياسية من خلال نضالها السياسي، مارست أدوارا عدة من النشاطات الثقافية والأدبية واللغوية بتعلم اللغة الكردية وقواعدها. كتبت أولى نصوصها في بداية التسعينات ونشرت لها مجلد زانين الكردية حينها، كما ذكرت في بداية الحلقة العديد من النصوص كانت نافذتها للتعرف على مستوى الشعر الكردي، وأيضا لتكون زانين منبرا ثقافيا
تعرف من خلالها جمهور القراء والمتابعين على اسم جديد وشاعرة جديدة سيكون لها مكانة في تاريخ الأدب الكردي المعاصر. إلى جانب نشاطاتها السياسي الملحوظ، كانت تعلم مبادئ الكتابة والقراءة لبنات جنسها، وعشقها للغتها الكردية كان دافعا قويا لتعلمه لغيرها ولتكتب بها في الوقت الذي كانت تستطيع أن تكتب باللغة العربية وتحقق انتشارا أكبر ما كان ذلك في بداية المرحلة الثانوية. شجعها الأستاذ سليمان الشيخ أيوب على كتابة الشعر بالكردية ويعد معلمها الأول. تبلورت تجربتها الفنية مع انضمامها لجمعية راونقه التي نشطت في مجال الأدب والثقافة الكردية بمدينة سريكانيه رأس العين، حيث أسستها مع ثلة من المهتمين بالأدب والفن الكرديين. وبعد توالي صدور مجموعاتها الشعرية استقطبت القراء والمهتمين والدارسين للأدب الكردي، وتلفق النقاد والكتاب تجربتها المبكرة، فكتب عنها الكاتب إبراهيم يوسف والشاعر عبد اللطيف الحسيني والإعلامي عبد الباقي الحسيني وعبد الرحمن الحسيني والكاتب والناقد عبد الوهاب بيراني الذي ساعدني في إعداد هذه الحلقة، والذي أوضح أهم السمات الشعرية عندها وتوقع لها أن تكون صوتا شعريا مميزا في قادم الأيام. لا زالت تمارس الكتابة وتمارس التواصل مع أغلب أصدقائها والمجلات والصحف الأدبية وتنشر نتاجاتها الجديدة، ولا زالت تأمل أن تعود إلى بلدتها الجميلة رأس العين التي كانت محور أغلب كتاباتها ونصوصها، المدينة التي شهدت طفولتها وبداياتها الأدبية قبل أكثر من 3 عقود. أعزائي المشاهدين، حاولت قدر الاستطاعة أن أنير شمعة أضاءت عتمة أرواحنا في زمن سادت العتمة فيه. أترككم بأمان الله وإلى قنديل آخر من برنامجنا قناديل على قناتي وفضائية رجابة. إلى اللقاء. دبيجن چی تل روز آوا مایه چی من روز آوا مایه صندوق دیا من یا تجارنگ و بیرانین قرزین بچوبونه هستیه باوی من لورن پیچکا اوینا اول برک چیروک نگوتی کریک خون ندوتی دارین کو مجه میواد خوارن لورن دیوار خانی ما چه زانن و چه نزانن چه دردان چار مزگفتین خویا خلکی کو ما او ناز دکرن زاروکین دهاتن عیده لورن ناموسی آمی بناموس زوستانا بناموس مرنا بناموس لورن امهاتن خریبیه مجان خوی سقط رواند ملشونا خوی ویران چاند جکسرین لخوا پیوه ماما چاني براكو